الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا عشان حبايبنا اللي بيحبوا الأرنب ويحبوا النوعيات والماعز الزرايب والماعز الشامي، وفي هنا طبعا اللي احنا هنصور معاه الأستاذ عماد أو الأخ عماد، فعمل تجربة حلوة وعمل تهجين بين الشامي وبين الزرابي، وهتشوفوا النتاج اللي طالع شكله ايه. فاحنا هنا ان شاء الله هنتكلم معاه عن تربية الغنم وازاي هو اديله كام سنة شغال فيها وبيعشق الغنم وايه سبب اصراره على الموضوع ده. يعني شايفين انتوا الاغنام كده والسلالات اللي معاه. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا عمد؟ ازيك معلم؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. ايه الاخبار؟ اديك كام سنة شغال في تربية الغنم؟ انا والله في الاول كنت غاوي يعني من 3 4 سنين كده. 3 4 سنين؟ ايوه، كان معايا غنم على السافي، 4 عيات على السافي، وهجنت مع الغنم بتاعتنا البلدي. انا شايف في غنم على السافي، ان شاء الله هنشوف برضه بقى. ان شاء الله مش تحت امرك. يعني انت الغنم دي تربيت غنم ما تقدرش تبطلها؟ والله هبطلها يا سبحان الله، انا غنيم عشان يعني انا اكل عيشك. بس اكل عيشك ويشربك استاذ. الله يبارك. دي ده نوع هيدي اللي معاك دي؟ دي ماذا ام شامي. الام شامي؟ اي، والاب ابوها عندي. الاب زرابي؟ لا، ابوه. بيور. بيور اللي هو بتاع جنوب افريقيا. ده خلف وده ودي ربعيه لسه دوبك مع كسر جوزه. بسم الله ما شاء الله. تعملها كام في السوق ده يا عم؟ هو هنا في السوق هتوديها لوحده يقول لك ماز عاديه، حاجه مش واحد يعرفها، لكن هي اللي جضبها لغايه 7000. لا مش عاديه، دي باينه. لغايه 7000 جنيه اللي عندي. سلاله بسبعه. سلاله. لان دي بنقطع بيور اصلي. ام جرون دي؟ ام جرون دي؟ دي الباين. البينو. دي ماز الباين. جايه منين دي؟ بسم الله ما شاء الله. دي من بحر انا برضه. ده اللي هي دي؟ قصدك على دي؟ ايوه، دي قطع جبنه عشان كانت جبنه كبيره. وفي هنا برضه فرنسيه. برضه ولدت عندك دي؟ ايوه، ولدت عندي ولادها هنا. ولادها مأزة كبير في المأزة برضه، ده هو والد ده. ولادها دولك؟ ايوه. ودي برضه دي امها زرابي وابوها بورج. ده تهجين برضه ده، سبحان الله. شوف الودن عامله ايه؟ امسك لي الابيض الايه والبيضه اللي عندك دي. ودي نعيش فرنساوي دي. ما شاء الله يا عماد، اتحصلت عليهم منين دول؟ دي عندي انا وام ولاد العنزه الكبيره اللي انت شفتها. بسم الله ما شاء الله. اللي انت جبت جارنا؟ ايوه. ولادها دول؟ ايوه، هي واختها. بسم الله ما شاء الله. دي عشر ولا فاضل؟ لا ده عشر. هما الاثنين دول اتولدوا مع بعض صح؟ ايوه، دول توأم. بطن واحده. ايوه، شد جزم. بسم الله ما شاء الله. هم حاليا عشر دلوقتي. عشر. ايوه. تعمل لك كام يا عماد الواحده دي؟ ودي بنت اهي. دي بنت واحده فيهم. يعني ولدت قبل واحده منهم ولدت قبل كده. بتفكر وقاعده النتايه. يبقى ده الجيل الثاني يعتبر. ايوه. طب تعمل لها كام يا عماد الواحده؟ خليك ماسكها، جميله جميله دي بصراحه. تعمل لها كام؟ الماز ده برضه مظلوم عشان وسط الغنم وده. لك هو لو معلوم في الماز اتفرج عليه. حاجه بسم الله ما شاء الله، واللبن بقى وتلاقيها 4 حلمات وحاجه جميله في اللبن. تعمل لها كام دي في السوق النهارده؟ دي العنزة العادية بتاعتنا، في مأزة مسك لغاية 5000. لا بس دي مش عادية، ده دي بص بسم الله ما شاء الله. دي اللي يعرفها يدفع فيها أي فلوس عادي. لأن خلفه يعني بيكبر بسرعة، تلاقي بتاع أمه بتجيب سنة ينزل معاك 70 80. يعني هي عشر دلوقتي تعمل لها خمسة؟ هي الوقت هي الوقت دي عشر تعمل 5000 دي؟ دي أيوه، لو هو جابها تعمل 5000 5 ونص 6. دي برضه ربعية شامي، بص حتى الشعر بتاعها زي البطن. ده زي الصوف بتاع الغنم. ايوه، دي ربعيه شامي لسه ابوها ابوه. سن هي افتح سنها. كسر جيوش برضه. يعني لسه ما غيرتش الجوز الثاني. اشار برضه. اشار. في زراج اهو. في برضه المزادي جميله برضه بيضه اهي، بس دي فيها نسبه عاليه برضه. دي مجنسه برضه؟ اي، دي برضه فيها نسبه عاليه برضه. بيور على زرايبي؟ ايوه، تلاقيها فيها 4 حلمات بزاز اهو. لا اتنين، اربعة اتنين جنب اتنين فعلا. لكن عشرة عادي وما فيش مشكلة منها. طب الزرابي دي، هات لنا الزرابي دي. ده ذكر ولا انتهى؟ لا دي انتهى. الزرابي دي على البر برضه بتجيب خلف تاني. دي اللي انت بتجنس معاها؟ ايوه. فين الجدي البول هنا موجود؟ موجود هنا ما شاء الله. سلالات جميلة بصراحة. بسم الله ما شاء الله. امسك عم. بسم الله ما شاء الله. ده بقى اللي بتدرب منه الزرابي وبتدرب منه الشامي. ايوه، ده بيمسك وزن لغاية 100 كيلو، ده 120 كيلو. تعالى شيل ده يا احمد. شيل ده بقى الزرابي. ده ابن واحدة منهم صح؟ ايوه، دي امها. بيت ده 4 حلمات. وهي صغيرة؟ ايوه. سبحان الله. ادي حلمتين هنا اهو. حلمت 3 حلمات اهو.
يمكن لما يكبر تظهر الباقي التاني الرابعة بقى. عايز يشوف الغنم العساف بقى. عندنا غنم هنا خليط عسافي جميل. الله بسم الله. امها بلدي. انت بقى مش هوا تربيه بس بقى، ده انت دي هوايه عندك بقى انك انت مشكل. بقى لو ذكر تباعه على العيد يمشي مع لحم الماعز، مفيش طرف خالص. دي ما فيهاش طرف فعلا، ما فيهاش ليه يا طبعا. مفيش فيها ليه خالص. ده عسافي دي. دي عشر؟ دي عشر. كسر ايه؟ كسر جوز لسه هي والولد. بتعملها كام في السودان؟ هنا في ناس ممكن ما تعرفش قيمة السعي. ما يعرفش يقول لك نعجة وخلاص. عايز ابو العقصة وعايز ام طارق والكلام ده كله. تعمل لها كام طبعا عساف دي؟ دي خليط عساف، دي تعمل لها برضه 5000 جنيه 5.5. خاشر. في عساف وبيرمى. ارفع فوق. ودي بص ده دم كامل دي. سبحان الله، أربع حلمات أهو. دم كام؟ برضه تجنيس تهجين برضه. لا بس تهجين عالي. كله تهجين. ما شاء الله. ما شاء الله. دي كانها خروف صغير مش ماعز. ما تصدقش ان دي الشهر ده. ما شاء الله. اه بص العجب هنا بقى ده مش دم. بسم الله ما شاء الله. جبت على جنوب سيناء. بسم الله ما شاء الله. دول فعلا جنوب سيناء ولا انت خدته اشتريته من سوق هنا؟ لا ده انا شايفه من البحر. ما فيش طرف خالص يعني؟ لا خالص نهائي. ما فيش ليه نهائي. لا نهائي. هذه طرفة. بسم الله ما شاء الله. في رخ الولادة. ما فيش ولادات منهم صغيرة؟ نفس في السلالة. في خليط مش قاصد. ارفع رجب تتريك. اللي موجود خليط مش بيور زي ده. يعني الخروف العادي يدرب دول عادي. لو خروف. لا عادي، لا انا معايا الخروف بتاعهم يجيبونه. عايزينه برضه هناك. بسم الله ما شاء الله. دول ولادهم. بقى ده بيضرب بقى العزب غنمنا احنا. بص بتجيب ثلاثة ازاي بقى. بسم الله ما شاء الله سلالات متنوعة وأشكال كلها أنواع مختلفة بين العساف وبين البلدي، وطبعا ده يعتبر فكرة عنده بقى إن هو يعمل تهجين بين السلالات فيطلع بسلالات غريبة. سبحان الله. دي أمه الغنم بتاعتنا إحنا الصمالوطي. بس الله بسم الله ما شاء الله. ده بقى يمسك وزنه ويبقى ده ده, ده ده أمه بتاعتنا بتاع صمالوطي واللي هو بيتضرب بالخروف ده عسافي. يبقى انت برضه بتعمل تهجين بين العساف والبلد بتاعنا بتاع صمالوط. بسم الله ما شاء الله. برضه جبته من جنوب سيناء ولا متربى عندك؟ لا ده ابن امه كان بيجي عشر بيت ولد عندي. يعني انت مربيه عندك ده؟ بسم الله ما شاء الله. برضه ما يعرفش تمنه يتباع. كاس الجزم. لسه صغير. برضه تمنه كام؟ وزنه على الايد دوت كان معدي 90 كيلو بس هو عشان بيضرب غنم. اللي بيضرب طب يخس. لكن لو تعرف ده يعدي ال 150 كيلو خالص. يعمل له 7؟ لا ده يعمل 10,000. يعمل 10 مرتاح. بسم الله ما شاء الله. لو حب حد يشتري منك السلاله دي ممكن يلاقي خرفان صغير يبيع. مشكله موجوده. في؟ موجوده. والماعز برضه. الماعز موجود. طب تمام. ما شفناش ولادات زرابي يا عمال. لف غنم برجي. هات البرجي. هات البرجي اللي هناك. احنا كده عندنا عساف وعندنا البرجي وعندنا صمالوطي. دي برجي. دي برجي. ليه بقى البرجي عندنا في المنيا مش مرغوب؟ عشان طرفه غالي وسعي شادي برضه. يعني تمسكها بص ما تعرفش تمسكها، سيبها كده تمسكها بالعالم. يعني للشجاوه بتاعتها بس ولا هي في اللحم مش قوي؟ ما يمسكش وزن زي غنمنا احنا. ما يجيبش وزن. لا ما يجيبش وزن. عشان كده بس شغاله في مطروح 100 100. شغاله زي التحت مطروح. بس برضه الغنم بتاعتنا بتاع المنيا او بتاع صمالوط واخد بسيط. لا غنمنا احنا وصلنا بيه عندك نعجه متوأمة اهي. نعجه ما شاء الله. دي زي بتاع العدوى دي. ده راخي يا عم. لا دي والده. هي والده ابنها ده؟ والده دي وراها. اللي وراها دول. الله عليك يا عمال. انت وريتني الانواع كلها في الفيديو ده يبقى مميز على فكره. انت وريتني الانواع كلها النهارده. وهي دي الرعايه برضه اللي كنت ماسكها. امسكها حلو. دي الرعايه غير دي خالص. دي مهجره دي برضه؟ ام هشام. ام هشام. عشر؟ دي عشر. بسم الله ما شاء الله. عندنا برضه هنا خليط زرايب. ده خليط دجاج على كوبري شديد. عاطي برضه خلط من البول كويس. ما شاء الله. ده كده الجيلي ده بيدرب الكل بقى.
ايوه جاب لك ده كانه خروف مش معزه. ما هو صوف وفي والله تحس انه زي الصوف بالظبط. ما بيجراش. ما عليه بطانيه. ما بيجراش بالشتاء. منور ابو فضل. الله يبارك. ربنا يبارك لك والله يا ابو. بسم الله ما شاء الله. ده الخروف عسافي؟ ده الاب عسافي بس الام شمنوط. فين الخروف العسافي بقى؟ اللي وابطه لك الكبير. يبقى ده نتاج العسافي مع الشمنوط بتاعنا. هو ده الخروف اللي احنا شفناه. تمام. بسم الله ما شاء الله. يبقى عماد لو اي حد محتاج سلالات اديني رقم اكتب كده عمده عشان خاطر ايه؟ لو حد محتاج حاجه يرن عليك. 03 وحايد 3 سبعات 2 2 8 9 تاني عند عمده برضه. 03 وحايد 3 سبعات 2 2 8 9 8 9. طبعا زي ما قلنا السلالات متوفره هنا كلها اشكال وانواع مختلفه. بس زي ما قلنا عماد ده اخويا وحبيبي. اي حد محتاج حاجه تعالى شوف حاجتك بنفسك وشيلها بنفسك. ما تخليش حد يختار لك يعني. بسم الله ما شاء الله. الفكره فين بلد الحاجات دي؟ بسم الله ما شاء الله. ده خروف برضه ده بلدي ده. بسم الله ما شاء الله. طب هو لو حد عايز خروف تدريب بقى جاهز على التدريب مش هربيه موجود؟ موجود. يعمل له كام ده يا عمده ده؟ مش اقل من 7000. كسر ايه ده؟ لا ده سادد. ده سادد ده. سادد ده لكن في صغير تدريب ممكن. اللي انت عارفه. اه. بسم الله ما شاء الله. ده الخروف بتاع عبد الرحمن يا اخوانا اللي اتكلمنا عليه. وباعه ب 9000 وشويه تقريبا صح؟ 9 وشويه. الله يبارك لك يا عماد. شكرا يا عمده. الف شكر يا عمده. شكرا.